سلام البنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم غادي نوجد معكم لاصوص بيشاميل اللي كنحتاجوها في بزاف ديال الوصفات. نتمنى يعجبكم الفيديو، ما تنسونيش من جيم وتابوناو في القناة ديالي باش يوصلكم الجديد. وهنا عندي في المقادير نص سطر حليب، جوج معالق كبار زبده، جوج معالق كبار دقيق، ملح وبزار وموتزاريلا غير اختياريه، راه ماشي ضروريه. انا حيت كنت استعملت كوزاميه كان خاصني نديرها. وعلى نار مهيله خديت الزبده غادي نذوبها. هاد لاصوص بيشاميل راه كتبغي تكون العافيه مهيله باش ما تكورش لك، بالاحسن ما تجهديش عليها. هنايا دابت لي الزبده، خديت هنا الدقيق كنكف فيه غير بشويه بشويه وانا كنحرك باش ما يتكورش ليا. هنايا ملعقه ديال الخليط ديال الزبده والدقيق، غنبقى نضيف بالحليب بالتدريج. واللي خافت من هاد الطريقه تكور ليها ولا شي حاجه، راه كاينه طريقه اخرى. فاش تكوني كتكبي في الدقيق ما تضيفيهش بالتدريج بوحدو، فين ما تضيفي شويه تاع الدقيق ضيفي معاها الحليب وبقاي تحركي باش ما تعقدش لك وما تكورش لك. وغادي نضيف هنايا شويه تاع الملحه وشويه تاع الابزار ونبقى نحرك. هنايا صافي لاصوص بيشاميل وجدات، بدات كتغلي. غادي ناخذ شويه الموتزاريلا غادي نضيفها. كما سبق وقلت في بدايه الفيديو، راه ماشي ضروريه، راه غير اختياريه. كاين اللي كيضيف فرماج حمر، كاين اللي كيضيف الفرماج العادي المثلثات، وكاين اللي كيعاوتاني كيضيف هذاك كريمه ديال الطبخ لا كريم فريش، راه كتجي زوينه بلا كريم فريش. اللي ما عندوش راه ماشي ضروريه، هي كتجي واحد البنه مختلفه وصافي. وصافي وصلنا لنهايه الفيديو. ها هي كما كتشوفوا راها خاطره، وهي قد ما كتبرد راها كتزيد تختار.